بالاستوديو خبير الابراج سينما. صباح الخير استاذ. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك. معروف طبعا بالفعل الابراج هي تتاثر او تختلف بالصيف، وممكن يكونون اكثر حظا او اقل حظا ابراج تتمتع بهذه الميزه وابراج غيرها تختلف، وهذه بس مجرد يعني معلومه ما لها صحه. هي ما نقدر نقول الصيف او الشتاء، هي بشكل عام ناخذ بنظر الاعتبار حركه الكواكب وتاثير بعض الكواكب الكبرى اضافه الى تاثير اشعه الشمس. طبعا انا اقول اشعه الشمس مو الشمس، لانه خطا نسمي الشمس كوكب، لان الشمس نجم وليس كوكب، ولهذا انا اطلق اشعه الشمس، تاثير اشعه الشمس. اشعه الشمس لما تكون موجوده في برج معين تنطي النشاط والحيويه لاصحاب ذلك البرج. فمثلا اذا في كل سنه تدخل اشعه الشمس بتاريخ 21 من اذار في برج الحمل او في مجموعه الحمل الناريه، من 21 اذار الى 20 ابريل نيسان، هذه الفترة تكون فترة إيجابية جيدة إلى مولد برج الحمل على الإطلاق، يعني من ناحية النشاط الحيوية الحركة المثابرة الحظوظ بشكل عام. لما تنتقل أشعة الشمس بعد في فترة 21 أبريل نيسان إلى 20 من شهر أيار ماي إلى مجموعة الثور الترابية، هنا أشعة الشمس أنطت حماسة وإيجابية وتفاعل إلى مولد برج الثور في تلك الفترة. لكن الحمل ايضا يستفيد، لان اشعه الشمس اصبحت موجوده في المنزل الثاني وهو منزل المال بالنسبه الى مواليد برج الحمل. هذه الانتقالات تسمى خلو مسار؟ لو تسمى لا لا لا، خلو المسار هو خلو المسار هو الكواكب. خلو المسار هو هي فتره امتصاص طاقه، هي فتره سلبيه. لما ينتقل عندنا كوكب من برج او مجموعه نجميه الى مجموعه نجميه ثانيه، فاثناء فتره الانتقاله بالنهايات فتره الانتقاله تحدث مساله امتصاص الطاقه، مساله يعني حاله سلبيه، مثل ما شلون الشمس لما تغرب عندنا نشعر بنوع من الانقباض. فبالتالي هذه الفتره هي فتره نسميها خلو مسار بالنسبه الى مواليد البرج الاول اللي انتقلت من عنده انتقل من عند الكوكب، وبالتالي هاي تختلف. مثلا كوكب الزهرة لما يكون موجود في مجموعة نجمية ويعمل خلو مسار، خلو المسار يستمر لمدة يوم واحد، الشمس أشعة الشمس يوم واحد، في حين مثلا خلو المسار بالنسبة لكوكب جوبيتر كوكب المشتري 14 يوم. لا أنصح، أنا ما أنصح بها بإجراء العمليات الكبرى مثلا، ما أنصح بأنه يدخلون في مشروع قوي. فترة سلبية تعتبر، فترة امتصاص طاقة، فترة ما بها نوع من التفاؤل خلينا نقول. فبالتالي هذا بالنسبه الى برج في جوبيتر. زحل يبقى تقريبا سنتين وثلاث اشهر في كل برج، فبالتالي خلو المسار بالنسبه الى زحل يستمر الى تقريبا 21 22 يوم مو 14 يوم. عندنا مثلا نبتون، كوكب نبتون اللي يبقى فتره طويله جدا بالبرج، خلو المسار يستمر الى شهر ونص تقريبا. فبالتالي حسب يعني القمر مثلا يبقى تقريبا 54 الى 55 ساعه في كل برج، خلو المسار بالنسبه للقمر هو ساعتين او ساعتين بضع دقائق. فهذا بالنسبه الى خلو المسار هو عباره عن يعني خلينا نقول طاقه سلبيه نتيجه ل يعني تحرك الكوكب من مجموعه نجميه الى مجموعه نجميه ثانيه. لكن سؤالكم كان له علاقه بالابراج الصاعده والنازله في فتره الصيف. بشكل عام يعني انا من خلال التجربه شفت انه اكثر الابراج الترابيه تكون في فتره الصيف جيده، يعني خلينا نقول عندها انفراجات جيده في فتره الصيف اكثر من الشتاء. ناخذ بنظر الاعتبار الابراج الصينيه، عندنا مثلا برج الفار من اكثر الابراج اللي يتعب في فتره الشتاء. برج الفار اللي هو مواليد 1972 84 96 هؤلاء كلهم 60، هاي الفاره المعدنيه او الفاره الذهبيه، دول شديدين يتعبون في حياتهم، لكن اكثر فتره يتعبون هي فتره الشتاء، بالاخص في فتره شهر ديسمبر يناير. بالنسبة للأبراج اللي تستفيد في فترة خلينا نقول من الأبراج الصينية في فترة الصيف، برج البقرة مولود 73 ال 85 97 مولود ال 61 هاي البقرة المعدنية أيضا، هؤلاء فترة الصيف وضعهم يكون أفضل بكثير، بالأخص فترة الشهر الخامس والسادس، يعني عندهم انفراجات جيدة. فترة الشتاء يتعبون أكثر، يعني برج الدجاجة مولد فنان كاظم الساهر برج الدجاجه 57 ال 69 ال 81 دول برج الدجاجه بشكل عام، هؤلاء ايضا فتره الصيف وضعهم يكون جيد، لكن فتره الشتاء يتعبون اكثر. يعني النمر بالاوراج الصينيه، لا هذا بالعكس، هذا بالشتاء وضعيته افضل، الشتاء والخريف افضل من فتره الصيف. والان مولد برج النمر مولد ال 86 او مواليد ال 98 او مواليد ال 74 الان عندهم متاعب.
برج النمر عندهم انخفاضات معينه، انا ابشرهم ان شاء الله فتره الشتاء راح يكون وضعهم نحو الافضل ان شاء الله. طيب نتحدث ايضا عن بعض الامور الاخرى اللي تتعلق بالابراج منها الشاكرات وغيرها. الشاكرات هي خلينا نقول جزء مكمل، هي ليست بشكل مباشر لكن جزء مكمل. الشاكرات انه الانسان عندما ينولد احنا ناخذ البرج اعتبارا على وجود اشعه الشمس في الفتره المحدده من هذه الفتره لهذه الفتره. اشعه الشمس موجوده في مجموعه نجميه اسمها الحمل، فصار الشخص اللي ينولد من برج الحمل، وهكذا بالنسبه للمواليد الاخرى. لكن بالفتره اللي الشمس اشعه الشمس تؤثر على في مجموعه نجميه معينه الحمل، يا ترى وين كان الكوكب عطارد؟ وين كان القمر؟ وين كان مثلا كوكب بلوتو، نبتون، المريخ، الى اخره من الزهره، الى اخره من الكواكب الاخرى. فبالتالي مجموعه الكواكب وتاثيراتها ليس فقط اشعه الشمس. مجموعه هذه الكواكب الموجوده من حولنا وتاثيراتها على الجنين عند الولاده اثناء ما يخرج الى الحياه تنطي طاقه، هذه الطاقه بها ايجابيه وبها سلبيه، واحنا نسميها بالدراسه الفلكيه الخارطه الفلكيه، من خلالها نعرف مسيره الحياه بالمستقبل بالكامل، اذا كان هذا الشخص سعيد على الجانب العاطفي، اذا كان يتزوج من 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 انسان في مكان خلينا نقول بعيد خارج البلد، اذا كان هذا عنده نكبات كثيره، اذا كان عنده يحصل ميراث، اذا كان لا يورث الى اخره. هذه دراسه معقده نسميها الخارطه الفلكيه. لكن هذه الطاقة اللي تأتينا من الكواكب المتعددة واللي تدخل في الجنين أثناء الخروج إلى الحياة تشكل سبع شاكرات أو سبع مراكز للطاقة موجودة في جسم الجنين تكبر مع الجنين. وبالتالي هذه السبع شاكرات أو سبع مراكز للطاقة التاجية، العين الثالثة، الحنجرة القلبية، السرة، المثانة الجذعية، كل مركز من مراكز الطاقة يؤثر على المجال العضوي اللي من حولنا. وهنالك مجالات ليست فقط عضوية، مجالات خلينا نقول لها علاقة بالدافع النفسي والدافع الحاسة السادسة أو ما إلى ذلك، أيضا تتشكل من خلال قوة هذه الشاكرات. هذه الشاكرات هي تمثل ألوان الطيف الشمسي. وبالتالي هذه الشاكرات عندما تضعف تضعف حالة الإنسان، ويبدأ الإنسان للعيان غير مرغوب إلى مثلا. ولهذا نشوف مرات إحنا بعض الأشخاص يدخلون علينا لا شعوريا نحب أن نتفاعل معهم، لا شعوريا نحب أن نتحدث معهم، تكون حالتهم قوية اللي هي نوع من الجدل. وفي بعض الأحيان نشوف أشخاص يعني ما نتفاعل وياهم أو نحس أنه أكو سوداوية موجودة في 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 شكلهم. هذه الهالات أو هذه الطاقة الموجودة بجسم الإنسان ممكن بأن نشتغل عليها، ممكن نقويها أو نقللها؟ لو هي من يولد الإنسان مثل ما ذكرت حتكون يعني نصيبة منها يستمر وياه مدى الحياة، لو ممكن أيضا نشتغل عليها وتفعيلها أكثر؟ لا، هي طبعا بطبيعة الحال إحنا عملنا هو هذا، يعني إحنا لما نشوف مثلا شخص ورا ما نكشف على الشخص ونشوف مثلا عنده مثلا شاكرة السرة عنده بها تعب، يعني شاكرة المنطقة السرة منطقة البطنية، ولهذا نشوف الشخص يكون عنده متاعب بهذه المناطق. لما يكون عنده تعب احنا نحاول انه نقوي هذه الشاكره، نقوي من خلال الاحجار، نقوي من خلال الالوان لان لونها يكون اصفر، نقويها من خلال بعض الادعيه وبعض الصلوات بالمناسبه. يعني مثلا الشاكره التاجيه انا دائما انصح للاشخاص اللي عندهم ضعف بالشاكره التاجيه صلاه ركعتين بالنسبه للمسلمين والمسيحيين ايضا بامكانهم ان يصلون هذه الصلاه، مو صلاه المسلمين يعني صلاتهم بالفترة ما بين الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة، يعني خلينا نقول قبل صلاة الفجر. في هذه الفترة تكون الأشعة الفوق البنفسجية قريبة من الأرض، وبالتالي الشاكرة التاجية تتحكم بطاقة اللون البنفسجي، فتكون مفتوحة وتستقبل هذه الأشعة بشكل يعني بشكل سريع وسهل. ولهذا احنا ننصح الأشخاص اللي يكون عندهم ضعف بالشاكرة التاجية أن يستخدمون صلاة لركعتين مع دعاء بسيط ومع نوع من خلينا نقول الروحانية لغرض تقوية الشاكرة التاجية. طبعا الشاكرة التاجية هي المتحكمة بالإيمانات والكونيات وما إلى ذلك. طبعا عندنا شاكرات أخرى مثل شاكرة المثانة، هذه الشاكرة معظم الأشخاص اللي تكون عندهم مشاكل بالأخص بالإنجاب، بالأمور الجنسية، بالنساء والرجال، والحقيقة كثيرين جدا بالمجتمع العراقي تكون عندهم هذه الشاكرة ضعيفة جدا، طاقتها ضعيفة، فإحنا نقويها حتى من خلال المأكولات. وأنا أنصح الأشخاص اللي يعني مثلا البرتقال، البطيخ، الموز، هذه كلها تقوي من هذه الشاكره. طبعا اضافه الى هذا مرات نستخدم جلسات التنويم الايحائي حتى نستفرغ الطاقات السلبيه ونجعل الشخص عنده القدره على استقبال طاقه الالوان اللي تنشط هذه الشاكرات.
بين فترة وأخرى. نعم. طيب لو نتحدث عن الأحجار الكريمة وعلاقتها مع الأبراج، يمكن من خلال قراءتنا لصفات الأبراج شوف بين كل برج حيكون الحجر الخاص به، مدى صحة هذا الموضوع وكيف يأثر عليه بشكل مباشر أو يكون تأثيره قليل؟ هذه أيضا ترجع إلى الطاقة الموجودة في الحجر. كل حجر علميا، كل جزء مادي يمتلك مجال كهرومغناطيسي يحيط به. هذا المجال الكهرومغناطيسي يمثل تشكيلة كاملة إلى ذلك الجزء المادي، وبالتالي الأحجار هي أيضا تعتبر من يعني تحتوي على مجالات كهرومغناطيسية. هذه المجالات نستخدمها مع طاقة، خلينا نقول الطاقة الكهرومغناطيسية الموجودة عند الشخص اعتمادا على البرج مالته. يعني مثلا إذا كان برج طبع ناري فبالتالي نحتاج لأحجار تتفاعل مع طبيعة هذا البرج. إذا كان برج ترابي أيضا نحتاج لأحجار تتفاعل مع طبيعة البرج. لكن ما يصير ناخذ حجر غير ملائم للبرج لانه يعكس طاقه سلبيه، يعني ينطي الشخص طاقه سلبيه بالنسبه له فبالتالي هذا يتاثر عليه. مثلا اذا كان عندنا شخص من مواليد برج الحمل، من الخطا جدا ان ننطي حجر القمر، غلط جدا، لان حجر القمر هو حجر مختص فقط الى مواليد برج السرطان، والسرطان مائي والحمل ناري، يعني عنصرين مختلفين، النار مع الماء، ولا ينسجم الحمل مع السرطان نهائيا. فبالتالي علينا انه شنو نفكر نعطي الى الحمل، مثلا الحمل نعطيه الاحجار الملائمه له، مثلا عندنا الكارنال اللي هو عقيق الكارنال يسمى يعني بالعاميه الحجر المناسب. يعني عذرا للمقاطعه لكن انتهى وقت برنامج لليوم، شكرا لهذه المعلومات اللي ذكرتها، ان شاء الله لقاءات قادمه نتحدث بشكل تفصيلي، لكن انت انطيت فكره عن كيفيه التعامل مع الاحجار، فما يكون موضوع اعتباطا او اختيار كيفي، لا يكون عن اختيار دقيق لما يناسب بالابراج. شكرا جزيلا لحضوركم على شرفتنا اليوم، شكرا جزيلا. اعزائنا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنا متابعين، نشكر لكم المتابعه وعطله سعيده نتمناها لكم. التقينا وياكم، يجدد الاسبوع المقبل ان شاء الله، مع السلامه. كونوا في امان الله.